مساء الخير، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتابعوني دلوقتي. وصفة النهاردة هي الملوخية المصرية، دي وصفة أصلية بامتياز بيعشقها الملايين الصغار قبل الكبار. أشارككم النهاردة طريقتي وأتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. أنا اسمي بسمة ودي قناتي، لو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بقدمه، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. دلوقتي يلا نبدأ بالمقادير واللي هسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. هنحتاج كيس ملوخية فروزن، ومعلقتين كبار من السمن البلدي أو العربي، ومعلقة كبيرة ونص كزبرة ناعمة، معلقتين كبار ثوم مفروم، ملح وفلفل هيتضاف على الشوربة، وشوربة دجاج أو لحم. ودلوقتي يلا نبدأ وصفتنا. في كسرولة على النار هنضيف 7 من معلقة التقديم الكبيرة دي من الشوربة، 7 معالق شوربة الكبار دول هيدونا قوام للملوخية، لا هو تقيل ولا هو خفيف، القوام المظبوط اللي بناكله في المطاعم ده. هنضيف دلوقتي الملوخية ونقلبها كويس لحد ما تدوب. على النار هنعمل تقلية الثوم، هنضيف السمن العربي أو البلدي وعليه الثوم، وبعدين الكزبرة، وهنقلب كويس جدا ونسيب الثوم يتحمر وياخد لون ذهبي زي اللي انتوا شايفينه ده كده بالظبط. بعدين هنضيفه على الملوخية ونقلب كويس. بعد ما نخلص الملوخية أول ما تبتدي تغلي هنطفي عليها، مش هنخليها تغلي أبدا، وكمان بعد ما نشيلها من على النار مش هنغطيها، لأن لو غطيناها بتخلي الملوخية أو أوراق الملوخية المفرومة تنزل تحت والشوربة تطلع فوق، وشكلها طبعا مش هيكون كويس خالص. ده شكلها بعد ما خلصناها، وده شكلها في طبق التقديم. أتمنى تجربوها وتعجبكم، ولو عجبتكم سيبولي رأيكم في الكومنت، وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها مقدما. أنا بشكركم جدا على حسن المتابعة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وانتم بألف خير. باي باي.